المؤتمر كالعاده بيحاول ان هو يقدم رؤيه جديده بالنسبه لعمليات النمو الاقتصادي. فكره النهارده ان هو بيركز على تنميه قطاع الصناعه ودور قطاع الصناعه في عمليه التنميه هي مساله في غايه الاهميه. المساله دي هتطرح اربع عوامل رئيسيه كبيره قوي. العنصر الاولاني الرئيسي فيها هو فكره زياده نسبه قطاع الصناعه من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي. 2 الاليات اللي هتنمي هذا القطاع. 3 ازاي نجذب استثمارات متخصصه في هذا القطاع. 4 ازاي ان القطاع ده هو اللي يقود معدل النمو الاقتصادي خلال الفتره اللي جايه. الامور ديت اتصور انها هتكون امور حاكمه، وهي دي الرؤيه اللي احنا كنا محتاجين خلال الفتره اللي جايه ان يكون عليها عمليه تركيز اكبر من الموجوده خلال الفتره الحاليه.